عن المؤتمر الدولي الذي يعقد في بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المتحدثة باسم نقابة المحامين العراقيين علياء الحسني. أستاذ علياء، مرحبا بكم. بداية، يعني هل يحتاج استعادة الأموال المنهوبة من العراق مؤتمر دولي لكي تعاد هذه الأموال ست علياء؟ بالحقيقة الموضوع ما يتعلق بالعراق فحسب. نعم. يعني تعرف أنت الأموال حاليا في دول أخرى، يعني الأشخاص اللي كانوا متصدين للعملية السياسية أو المقاولين اللي كانوا يعملون لصالح الحكومة أو المستثمرين وغيرها وغيرها، ممن ثبت أن لديهم سرقات واختلاسات وهذه القصص الأخرى والجرائم حق الأموال العراقية، هم أكيد أموالهم حاليا في بنوك عربية أو أجنبية. نعم. وهذا يتطلب أن يكون هناك تكاتف من قبل وزراء العدل حتى يدعمون القضية العراقية. تعرف أنت وزراء العدل هم اللي ممكن عندهم سيطرة أو عندهم سطوة على البنوك اللي دولهم أو محاكم دولهم، وهذه التفاصيل تعرف إذا ما صار دعم ولوبي يتشكل من قبل الوزراء. نعم. وزراء العدل بالخصوص ما راح نقدر نسوي شيء. احنا هذه برهان صالح هو رئيس الجمهورية، برهان صالح دعا هذا الموضوع، واحنا كنقابة محامين صدرنا رسالة، البحث سيد النقيب صدر رسالة وجهها للمؤتمر ورسم لهم خارطة الطريق القانونية اللي على ضوءها ممكن نقابة المحامين ممكن توقف وياهم، على ضوءها ممكن تسترد الأموال العراقية المنهوبة عن طريق الدول العربية أو الأجنبية حتى. طيب. عن طريق الانتربول، عن طريق مذكرات قبض، عن طريق تبادل المجرمين، عن طريق التفاهمات والاتفاقيات اللي وقعها العراق مع الدول لتسليم المجرمين. طيب استاذ علياء، من هي الجهات التي تقوم بتهريب الاموال؟ هل هي جهه تشريعيه ام تنفيذيه ام غير ذلك؟ من هي هذه الجهه تحديدا؟ لا احنا ما نقدر نتهم جهه لحد الان، ماكو نعم. جهه تنفيذيه وتشريعيه يعني تنهب الاموال وتطلعها خارج العراق. نعم. او اكو قانون هنا عندنا بالعراق إذا ثبت أنه أحد الأشخاص قبل فترة إذا تتذكر يعني أكو حدث صار مهم. نعم. أنه مسؤول المالية في هيئة المحاربين تبع وزارة الدفاع اختلس الأموال. نعم. رواتب الضباط وسافر خارج العراق وخلال شهر تم إلقاء القبض عليه واستبدال الأموال. هذه كانت عملية نوعية تحسب للحكومة العراقية، لكن الجهات التنفيذية نعتبرها، لكن هناك الكثير من الأموال اللي لحد الآن لا يعرف مصيرها. إذا تتذكر أكو حادثة شهيرة إحدى موظفات أمانة بغداد اللي اسمها زينة. نعم. واللي اختلست 8 مليار ولحد الآن ما حد يعرف مصير الفلوس. حتى كتاب تألف عنها. نعم. أنه أخذت خزينة الأمانة وانهزمت وما حد يعرف. هو في هذا السياق أستاذ علياء، يعني أنت ذكرتي بأن هناك موظفة اختلست 8 مليارات، وهناك الكثير من عمليات الاختلاس التي تقوم بها جهات متنفذة في الدولة في اختلاس أموال العراقية. في هذا السياق، هل تقوم الجهات الرقابية بواجبها نحو الحد أو إيقاف هذا الهدر من أموال العراقيين؟ هو قدر المستطاع ممكن، يعني إذا إجا وزير خلي أبسط شيء، إجا وزير دفاع وزير داخلية. نعم. أول ما اجتمع بالقادة عنده قال أني ممكن يعني اضرب بيد من حديد الفاسدين. طيب. لكن هو الوزير اللي على رأس الوزارة، المشكلة مو فيه ولا رئيس الوزراء. ممكن احنا ما نقدر نتهم احد، احنا جهات قانونية ما نقدر نتهم احد. نعم. كل وزير يجي، كل مسؤول يجي يضرب بيد من حديد، وفعلا هو عاد كلمته، لكن مشكلة بالموظفين او بالمدراء الصغار، وهاي القصص احنا كمحامين مشخصيها ونعرفها. نعم. ونعرف اكثر واحد، اكثر جهة بالعراق ممكن يشخص لك قنوات الفساد ومنابع الفساد هو المحامي، لان احنا نتعاون مع كل الدوائر، نعرف حتى المسؤول اللي ياخذ رشوه نعرفه بالاسم وبالشكل. باعتبار احنا كل يوم بدائره شكل، وكلهم يعرضون علينا رشوه، كل الفاسدين يعرضون علينا رشوه، فموجوده هاي قنوات الرشوه، لكن هو مو هذا المقصود. المقصود انه هناك تهريب لاموال العراق. انت ما تعرف الجهه اللي تتهرب منه، لكن هو رئيس الجمهوريه ما يعني تبنى هذا المبادره الضخمه والكبيره وجدا مهمه اذا ما كان عنده اثباتات واذا ما كان مشخص الحاله بشكل دقيق. تعتقدين ان رئيس الوزراء سواء مصطفى الكاظمي او الذي قبل مصطفى الكاظمي يعني يعرفون من هي الجهه ويخشون منها؟ والله هذا الموضوع احنا كنقابه محامين ما نتدخل بالسياسه، تعرف
احنا اللي لا هذا مو موضوع سياسي، نعمل حكومه من جانب القانوني. ست علياء، هذا ليس موضوع سياسي ابدا. لا ما نقدر، احنا ماكو ثبات. انت محامي يعني، خلي نفسك بدالي، انت قانوني، اذا ماكو ثبات ما تقدر تشتغل بدون وثيقه. نعم. انا يجيني شخص ما عنده وثيقه ما اقدر انصره وما اقدر اطلع حقه اذا ما عنده وثيقه. طيب استاذ علياء، هل تتوقعون تجاوبا من الدول التي هربت اليها الاموال في ان تستجيب وبالتالي تعيد الاموال المهربه الى العراق؟ حقيقه هو المؤتمر اليوم بادرت خير، لان حضور رئيس الجامعه العربيه ووزراء الدول العربيه اللي تم دعوتهم كلهم استجابوا. هذا اكيد تدعو للتفاؤل، وان هناك خطوات اكيد هذا الحين تقوى الموقف العراقي ويخلي الدول الباقيه حتى الدول الاجنبيه والدول اللي ممكن يكون عندها اموال مهربه عراقيه ممكن تستجيب له. راح يصير ضغط عربي مو بس عراقي، يعني دولي. نعم استاذ علياء، يبدو ان نعم راح يكون ضغط دولي، واحنا نتمنى يعني كنقابه محامين داعمين للحكومه ومستعدين للوقوف معها في اقامه دعاوى خارج العراق وداخل العراق لاسترداد الاموال المنهوبه. شكرا جزيلا من بغداد، المتحدثه باسم نقابه المحامين العراقيين علياء الحسني.